بسم الله الرحمن الرحيم. احنا آخر شيء وقفنا بالمحاضرة الماضية بداية البيج او نظرية البيج او حكينا البيج او هي عبارة عن نظرية تحكي لي إنه الأف أوف إن أقل تساوي سي تايمز جي أوف إن فور إن أكبر وتساوي إن زيرو. بس قبل ما نبلش، هل أي سؤال على المحاضرة الماضية؟ في حدا عنده أيات سؤال، أو أيات استفسار؟ عن ايات شغله موجوده بالمحاضره الماضيه نجوز ما اعطيناكوش فيها محاضره مراجعه المحاضره الماضيه اعتقد وكانت اخرها لحد هون اعتقد شفنا المعادله هاي كيف طلعناها وبعديها فصل الفيديو فصلت عند الكهرباء فبالتالي فصل الفيديو حد عنده ايات سؤال ايات استفسار قبل ما نبلش اوكي مع ذلك اللي عنده ايات استفسار ايات اي شيء يعني عن الفيديو الاخير تبع المحاضره الماضيه اه ودي لي ايميل وممكن يعني نوضح لك اللي بدك اياه اوكي فاخر شيء اخذناه في المحاضره الماضيه كان انه البيج او نوتيشن هي عباره عن نظريه هاي النظريه اذا معي الافو الاف بان هو عباره عن الفانكشن اللي بيقيس لي عدد البريمتيف اوبريشنز تبعات الالجوريثم تبعتي بدلالة أن اللي هو size of input كل ما زاد size of input ممكن الافو ان تبعي راح يزيد ال big O هي عبارة عن طريقة لحتى تقيم الافو ان تبعي وتقول لي قديش تقريبا سرعته هيك استوعبها تقريبا قديش سرعته فالفظا هي معادلة يعني هي نظرية رياضية النظرية الرياضية هي بيقول لك اف اوف ان اقل او تساوي سي تايمز جي اوف ان فور ان اكبر او تساوي ان زيرو فشو المقصود فيها انه مثلا على سبيل ممكن يجيك السؤال كالتالي ممكن يجيك السؤال انه انا بعطيك اف اوف ان وبعطيك جي اوف ان وبقول لك هل اف اوف ان بيساوي بيج او لا جي اوف ان يعني على سبيل المثال اعطيتك مثلا اف اوف ان حكيت لك انها بتساوي 5 ان او مثلا خلينا نقول 2 ان زائد 10 والجي اوف ان اعطيتك اياه على سبيل المثال كان بيساوي ان وبعديها بسالك سؤال بقول لك الاف اوف ان تبعنا هذا 2 ان زائد 10 بيساوي بيج او لجي اوف ان اللي هو شو الجي اوف ان هون ان لحالها بيساوي بيج او جي ان هاي السؤال تبعنا مشان السؤال تبعنا اقدر اجاوب عليه لازم الاقي رقمين سي حسب النظريه وان زيرو او النوت نوت اللي بدك اياها كيف ممكن الاقيهم بجيب الاف تبعي هاي الاف تبعي وبجيب الجيوف ان تبعي هاي الجي ان تبعي اللي هو بين اقواس تبع البيج او وبحطهم بالمتباينة هاي بحطها بالمتباينة هاي فمن خلال المتباينة هاي بحلها بطلع معي السي يعني كالتالي بجيب هاي الأفو تبعي أوكي وهاي سي أقل أو تساوي سي تايمز جي أوف أن أن بالحالة هاي اللي هو أن فبالتالي 2 n زائد 10 اقل او تساوي c تايمز n وبحل المعادله هاي مشان اوجد قيمه c هسه هاي متباينه حتى مش مش معادله عفوا والمتباينه هاي مشان احلها انقل كل المتغيرات على جن على جنب والثوابت خليها على جنب فبالتالي 2n هاي تيجي لهون ولما تنقلها لهون بدها تصير سالب بتطلع عامل مشترك اللي هو الان بصير c ماينس 2 Times n, أكبر أو تساوي 10 قسم على سي ماينس 2 وهون تقسيم سي ماينس 2 بصفي عندي ان وأعيد من وين؟ هون f of n أقل أو تساوي سي times g of n هاي بتحكي لي إياها النظرية هاي بتحكي لي إياها النظرية من هون f of n أقل أو تساوي سي times g of n حط قيمة f of n هاي. وحط قيمة جيوفن هيها هون حطيناها سي تايمز جيوفن فبصير 2n زائد 10 اقل أو تساوي سي ان حط المتغيرات على جنب والثوابت على جنب بصير عندك آآ آآ سي ان ناقص 2n لانه نقلنا الاثنين هاي 2n نقلناها لهون بصير ناقص 2n طلع عامل مشترك الان بصير سي ان سي ناقص 2 تايمز ان اكبر او تساوي 10 ما غيرنا ما عملناش ولا اي شيء هون هسه قسم على سي ماينس 2 سي ماينس 2 مشان تطلع ان لحالها صارت ان لحالها هون واكبر او تساوي القيمه هاي هاي القيمه خذ ال سي بتساوي 3 طبعا اذا سي بتساوي اقل من 3 بصير عندي الرقم هذا سالب احنا بدنا اياه موجب هون الان نوت والسي لازم يكونوا بوزيتيف كونستانتس بوزيتيف كونستانتس مشان هيك اخترنا السي بتساوي 3 هل الثلاث بوزيتيف كونستانت الجواب اه طب عوض 3 بالمتباينه هاي اللي هون بيطلع عندك ان اكبر او تساوي 10 على 3 ناقص 2 1 10 على 1 بيطلع عندي 10 فالهاي ال10 اللي طلعت معي هون هي الان نوت ما عملناش شيء شي بس حطينا بالمعادله بس قيمه السي فقط لا غير فبالتالي السي بتساوي 3 والان نوت بتساوي 10 ممكن واحد ثاني ياخذ السي بتساوي على سبيل المثال 4 اه اوكي اذا كانت السي بتساوي 4 عوض 4 ناقص 2 4 ناقص 2 2 10 على 2 5 بتكون الان نوت 5 إذا كانت السي أربعة، الأن نوت بتكون خمسة. فبالتالي مش بالضرورة السي والأن يكونوا نفس الرقم، ممكن يكونوا مختلفات، لكن بحققوا المعادلة هاي. شو هي المعادلة؟ أفو فان أقل أو تساوي سي تايمز جيوفان فن. قديش الأفو فان بعطيك إياه. قديش جيو بعطيك إياه. شو بيصفي دورك؟ بتلاقي السي والأن نوت. كيف بلاقيهم السي والأن نوت؟ أول إشي بلاقي السي. كيف؟ بحط الاف اوف ان اقل تساوي سي تايمز يو اللي اعطيتك اياه بحل المتباينه على سي مشان اشوف قيمه سي بعوض قيمه سي بالمتباينه بيطلع معي الان نوت تبعك فبالتالي هاي الطرق اللي هي ممكن تحتاجها انت لحتى تحل المعادله المتباينه مشان توجد السي والان نوت بالستايلات هون <applause> هذا حكينا بالمحاضره الماضيه اخر شيء وقفنا عنده بالسلايدات هون في كم مثال كمان كويسين وفي عندك كمان بال اي ليرنينج كمان حطينا لكم كم تاسك مش غلط لو تروحوا وتشوفوهم وتحاولوا تحلوهم محمد عندك سؤال محمد عفيفي يعطيك العافيه دكتور حياك الله هلا دكتور طيب انا ايش بستفيد من معادله مثل هيك بده يطلع معي يعني دائما الحل مش صح يعني مش ثابت كيف الحال مش صح؟ يعني سي ممكن تطلع معي تقريبا مئة ألف رقم وان تطلع مئة ألف رقم ثانيين آه بس بعض الحالات ما بقدر ألاقي سي فكوني ما لقيت سي ما بقدر أقول الأف أوف أقل تساوي سي تايمز جي أوف ليش؟ لأني ما لقيتش سي لازم الفكرة. أوجد سي يكون بوزيتيف ولازم أوجد أن زيرو بتكون بوزيتيف إذا لقيت C و N0 بقدر أقول الـ F N أقل أو تساوي C times G N. بقدر أعمل شغلة هاي بالحالة هاي طبعا هاي شو معناها؟ ما بنستوعب معناها إلا غير لما نعرف معناها بالرسم خليني أرسمها ونشوف شو معناها بالرسم بدي أرسم لك هاي الـ C الـ N أقل أو تساوي C G الاف اوف ان أقل تساوي سي جي ان معناته انه الاف اوف ان راح يكون بالرسم تحت سي ضرب جي ان يعني لو يكون عندي رسمه بالصوره هاي كالتالي عندي فانكشن بالصوره هاي مثلا اوكي وعندي فانكشن اخر بدي اغير اللون اوكي وعندي فانكشن اخر مثلا هذا هيك هذا فانكشن اخر اوكي شو المقصود فيها بالعملية هاي؟ شو المقصود فيها؟ المقصود فيها كالتالي هذا عندي C أو عفواً هاي اللي عندي F of N ها F of N أوكي؟ وهذا الموجود عندي هون الأزرق G of N أو C times G of N فمن خلال الرسم شو المقصود فيها هون؟ C times G of N أكبر من اف إن يعني الاف إن دائما تحت السي تايمز جوفان بس هون حسب رسمي هاي دائما تحتيها الجواب لا من وين دائما الاف إن تحت السي تايمز جوفان من النقطه <applause> هاي وطالع صح ولا لا فهي النقطه شو معناها <applause> حسب المعادله هاي النقطه اللي هي الان زيرو هاي المنطقه اللي هون هي الان اكبر او تساوي الان زيرو فلو نروح ونترجم الـ 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 النظريه مره ثانيه بتقول لك انه سي تايمز جي اوف ان ابطا من اف اوف ان هاي معناها يعني اف اوف ان حصرناه من فوق نسميه upper باوند ليش لأنه حصرناه من فوق بايش حصرناه من فوق من سي طيب سي تايمز جي اوف ان فانكشن ثاني هذا الفانكشن شو هو سي تايمز جي اوف مش جي اوف ان لحاله لا سي تايمز جي اوف ان طيب من وين لوين من n اكبر او تساوي n نوت او n زيرو بالمنطقه هاي قبل لما تكون ال n اقل من ال n نوت ما بعرف مين اكبر من الثاني سي تايمز جي اوف ان والاف اوف اكبر ما بدريش ما بقدر احرف اوكي لكن انا بضمن اذا المعادله هاي صح اذا لقيت سي وان نوت بضمن انه بالمنطقه لما تكون ان اكبر او تساوي ان نوت ان اكبر او تساوي ان نوت شو المقصود فيها؟ ان نوت عباره عن رقم زي ما شفنا هون 10 فمثلا هذا الرقم اللي هون 10 هاي المنطقه اللي هون ان اكبر او تساوي 10 يعني اذا عندك سايز of input اكبر او تساوي 10 معناته c times g of n بيحصر الاف f of n تبعك من فوق كونه بيحصره من فوق معناها الاف f of n تبعك راح يكون اسرع اسوا حاله للاف f of n تبعك يكون نفس سرعه الـ c times g of n هاي اسوا حاله ممكن يصل لها الاف f of n. فبالتالي الاف اوف ان تبعك حصرناه من فوق بفانكشن ثاني اكبر منه واحد شو المقصود فيها من خلال الرسم؟ حد عنده اي سؤال اي استفسار؟ متى بقدر اقول انه اه سي تايمز جي اوف ان اكبر من اف اوف ان؟ اذا لقيت سي وان زيرو وكانوا ثنتين بوزيتيف هسا سي كانت واحد كانت اثنين كانت عشرة كانت 1000 مليون بهمنيش الان n زيرو كانت 100 200 300 500 بهمنيش بهمني انهم موجودين هاي السؤال مهم كونهم موجودين معناته c تايمز g of n كفانكشن بيعمل لي ابر باوند للفانكشن الاخر تبعي اللي هو الاف اوف ان هذا اللي بدي اياه فبالحاله هاي شو معناها؟ انه الاف اوف ان تبعي بأسوأ حالاته راح تكون سرعته c تايمز g of n بينطبقوا على بعض أو بيكون أسرع نلاحظ دائما كنا نحكي أنا بدي ال worst case فهاي هي ال worst case كرسم ال worst case للفانكشن تبعي f of n إنه يكون يساوي c times g of n وضحت النقطة هاي حدا فاهم شو بقى السؤال في جار. دكتور طيب آه. آه. لما يكون اقل من 10 ما هو الاف اوف ان طيب بكون ابطا هو انا ما بضمن لك قبل ال10 انا بضمن لك بعد ال10 اكبر وتساوي 10 بعد ال10 آه. اه هيك النظريه بتحكي سارة عندي سؤال؟ يعطيك العافية دكتور هلا سارة آه لا ما عندي سؤال بس في الأسئلة اللي حكيت عنهم مش نازلين عندنا على الإي ليرنينج او انا وكم شخص مش نازلين عندهم على الليرنينج حتى الشابتر مبين تحت المحاضرات في توبيك مكتوب في براكتيكلز آه كويستشنز قبل شوي فقدتهم ما كانوش موجودين ما عندنا دكتور احنا ليش بعد انا حطيتها للشعبتين بحطوه هون وبحطوه هون بس ما دورنا نعرف ما, 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 ما لقينا تاكدنا يعني طيب هسه برد اتاكد من السكشن كامل كلياته ان شاء الله وبكون موجود ان شاء الله اليوم تمام يعطيك العافيه الله يعافيك اوكي فكتدريب كتدريب لك على سبيل المثال جرب الاسئله التاليه هاي اف مثلا وهاي جي اوكي بعض الاحيان راح تعجز انك تلاقي سي فبالتالي راح تعجز انك تلاقي ان نوت فبالتالي معناها انه ما بقدر اقول الاف اوف اقل او تساوي سي تايمز جيوفان اوف بقدرش اوكي اول سؤال مثلا كالتالي عشرة ان تربيع زائد 5 ان اوكي والجيوفان تبعي ان تكعيب هل الاف اوف ان بيساوي اف اوف بيج او لا جي اوف ان حسب مشان تحكي اه او لا بدك تطبق النظريه بدك تلاقي سي وان نوت اذا لقيت سي وان نوت بغض النظر قديش قيمتهم معناته اه بقدر اقول اف اوف ان بيساوي بيج او لجي اوف ان طب شو معناها هاي معناها بالرسم هي. اوكي هاي السؤال الاول السؤال الثاني خمسة ان لوج ان زائد 10 أس أن أم والأف أوف أن تبعنا هون قريبا مثلا نقول تكون أن تربيع أن تربيع سارة عندك سؤال بعدك رافع يدك ولا سؤال ثاني ولا شو؟ لا لا بالغلط دكتور أوكي أوكي حاول كمان تحلها هاي لحتى تشوف قديش قيمة السي وقديش قيمة الأن زيرو مش بالضرورة تلاقي قيمة السي بالضبط لا عم يعني قد طلع قيمة تقديرية مش أكثر يعني. أوكي؟ هاي كأمثلة آه هاي مثلا خلال الرسمة هاي على سبيل المثال الخط المتقطع 3 أن الخط الأزرق أن زائد 10 والخط المتواصل الأحمر أن مين أسرع واحد فيهم؟ حسب الرسمة مين؟ أن N بالضبط مين أبطأ واحد فيهم؟ <applause> ثلاثة أن ثلاثة أن وخلص هيك بعد دائماً العشرة دائما ثلاثة أن أبطأ لا, لا. بعد العشرة لازم أقول لا بس بعد العشرة نظرية شو لازم أقول؟ ثلاثة أن أبطأ شيء بس من وين بأي فترة؟ لما من تكون أكبر, أكبر أو تساوي أكبر عشرة من أكبر, أكبر بالضبط فبالتالي هاي المقصود بالبيج او نظريه البيج او من هون لهون هاي المنطقه هي لما تكون ان اكبر او تساوي 10 بالمنطقه هاي 3 ان ابطا شيء قبل ما بضمن اطلع على الرسمه 2 ان زائد 10 ابطا من 3 ان يعني اذا قلت لك اذا كانت الان بتساوي 2 مين ابطا 3 ان ولا 2 ان زائد 10 حسب الرسمه الاثنين هون صح ولا لا تقريبا شوف هاي الاثنين متى تقاطعت مع 3 ان زائد 10 عش... متى تقاطعت مع 3 ان ومتى تقاطعت مع 2 ان زائد 10 اوكي تقاطعت مع 3 ان بالنقطه هاي دي هون اوكي وتقاطعت مع ال 2 ان زائد 10 بالنقطه هاي اللي هون هسه هاي النقطه قديش طبعا 3 ان هاي اثنين 3 ان ثلاث 3 ان هون هاي 6 راح تكون صح ولا لا؟ اه 3 ان 3 في 2 6 و2 ان زائد 10 2 ان 2 ضرب 2 4 زائد 10 14 فبالتالي النقطة هاي اللي هون 14 شو يعني 14؟ يعني بده 14 بريمتيف اوبريشن، شو يعني 6؟ يعني بده 6 بريمتيف اوبريشن، كل ما كان عدد البريمتيف اوبريشنز اكثر كل ما كان الفانكشن راح يكون ابطا اذا لما تكون الـ n بتساوي 2 n بتساوي 2 مين ابطا 2 n زائد 10 ولا 3 n حسب الرسمه هاي شو معناها مين ابطا اللي هو الـ 14 اللي هي 2 n زائد 10 بالضبط 2 2 n زائد زي... 10. 10 لكن من الرسم واضح جدا انه لما تكون الان اكبر او تساوي 10 دائما 3 ان راح يكون ابطا من 2 ان زائد 10 يعني صرنا نطلع على الرسمه نقدر نعرف مين الاسرع ومين الابطا ومن وين وليش والامور هاي كلياتها اوكي هسه لما تكون الان اكبر او تساوي 10 بقدر اقول 2 ان زائد 10 بتساوي بيج او لثلاثة ان اه دكتور عند العشرة عند العشرة أدكتور. بقدر أن اكبر وتساوي عشرة بقدر اقول الاف فان اللي هو 2 ان زائد 10 بيساوي بيج او لثلاثة ان اللي هو جي هون ثلاثة ان بقدر اقول هاي الجملة هاي صح ولا مش صح بتصير؟ صح, صح دكتور صح بالضبط ليه؟ ممكن عند لحظة عند نقطة الان اكبر وتساوي 10 3 ان بيكون اكبر من 2 ان زائد 10 حسب الرسمه فبالتالي هاي هي نظريه البيج أو. او واضح حدا عنده ايات سؤال ايات استفسار عنها اوكي جميل جدا هاي امثله ثانيه مشان تشوف عندك هون الخط الازرق اللي هو ان تربيع هذا 100 ان هذا 10 ان هذا ان مين اسرع واحد فيهن اختار اسرع واحد فيهم اللي هو ان تربيع عند النقطه 100 الان ان تربيع عند النقطه 100 أسرع. أسرع, اسرع واحد الان واحد عند النقطه بالضبط لا تخربطوا فيها, فيها الشغله هاي دير آه آه آه. بالك يعني لما اقول اسرع شيء ولا لما اقول ابطا شيء ولا لما اقول اكثر شيء ولا لما اقول اقل شيء ديروا بالكم اوكي الان تربيع هو ابطا شيء صح الان تربيع ايش ابطا شيء لانه بياخذ اكثر دائما دائما ابطا شيء بعد المية بس بعد المية بالضبط حسب الرسمه أه. بعد المية الان تربيع قبل المية مين ابطا إشي هو 100 ان ان بالضبط الثاني صحيح أه. طيب الان تربيع هو ابطا إشي قبل المية الان تربيع بعد لا. المية بعد لما أنت ساوي مية ان تساوي 100 او ان اكثر من 100 نعم بالضبط الان تربيع وابطى شيء بعد ال 100 حسب الرسمه هاي اوكي؟ يعني لو معانا الرسمه هاي لكن بدل الارقام هاي قلت لك هذا اف1 وهذا قلت لك هذا اف2 وهذا قلت لك اف3 وهذا بدل ان قلت لك هذا اف4 قلت لك مين اسرع واحد مباشره مين اسرع واحد اف 4 اف 4 مين اطفى واحد اطفى واحد ف... اثنين بعد ال100 اف 1 بالضبط بعد ال100 اف 1 هذا الجواب الشافي بعد ال100 اف 1 قبل ال100 ما بضمن شو هي ال100 ال100 اللي هي الان نوت حسب نظريه البيج او هاي الان نوت فور ان اكبر تساوي ان نوت اللي هي 100 دائما الفانكشن تبعنا اف واحد بيكون ابطا شيء هاي كمان امثله لك لحتى تتعلم كيف طلعنا السي والان نوت من خلال المعادلات هاي مش غلط يعني لو واحد يتدرب عليهم هون بالسلايد هاد بحكي لك مقارنه بين الاف او فان والجي بيهمني نظريه الـ نظريه البيج او بتركز على نمو no الفانكشن ما بتركز على القيمه بالضبط لو بتركز على القيمه بالضبط كان السي والان اذا كانوا مختلفات بتسبب لي مشكله فبالتالي البيج او ما بتركز نظريه البيج او بتركز على نمو no الفانكشن كيف الفانكشن بنمو growth ريت بنسميها عمليه تسارع النمو كل ما كان تسارع النمو اكثر كل ما كان الفانكشن ابطا هاي البيج او فبالتالي F of n is از بيج او لجي اوف ان شو المقصود فيها هاي هون انه بقدر احصل احصر عفوا الاف اوف ان بفانكشن ثاني قيمته سي تايمز جي اوف ان يعني هاي هاي رسمتها هون بدي ارسمها f of n is بيج او لجي هاي عندي هي هاي هيك عندي function وهذا function ثاني هذا الفانكشن اللي هو سي times جيو فان. وهذا الفانكشن اللي هو هاي هيك بدي سم... سم... ارسم هنا على سبيل المثال هذول الفانكشنز وهذا الفانكشن اللي هو الاف اوف n تبعي لكن هاي الرسمة عكسها هاي الرسمة كالتالي هاي فانكشن هون وهاي فانكشن اخر هاي السي تايمز اف اوف يعني بس مشان تركز على الفانكشنز مش اكثر وهاي جيوفان السي تايمز الفانكشن اللي هو بيكون بين اقواس هاي المقصود فيها والجي هو الفانكشن اللي شو المقصود فيها؟ انه حصرنا الفانكشن بفانكشن ثاني اعلى منه بأسوأ حالاته راح يكون بيساوي هاي بأسوأ حالاته أوكي okay? فالجروث إلهم مين هون اللي بينمو أسرع أوكي okay? F of N is big جيوفان معناته G, of N. G of N بينمو أسرع سي times G of N بينمو أسرع من F of N كلمة بينمو أسرع معناته جاي بالرسم فوقي أوكي okay? جاي بالرسم فوقي والثاني نفس الشيء والثالث اذا كانوا سيم جروث معناته هذول الثنتين متساويات حدا له اي سؤال عليها لحد الان هاي؟ دكتور بينمو اسرع يعني ابطا بينمو اسرع معناته ابطا بالضبط تمام؟ اوكي في قواعد عندنا من مجموعة من القواعد راح نعتمدها بالكورس هذا عن البيج او على سبيل المثال اذا اعطيتك فانكشن عفوًا بيساوي مثلا 5 ان لوج 5 ان لوج ان زائد مثلا 10 ان زائد 10 اس 6 مليون اوكي حسب القواعد هاي بقول لك دروب اللور مشان نطلع البيج او الها قديش تبعتها مباشره بيج او لايش هاي هون اللي هون في عندي مجموعة من القواعد اللي بدي أتبعها. Drop the lower order terms. هسا من خلال الأف أوف إن تبعنا هون مين أكبر كمية من الكميات هاي؟ هاي الكمية الأولى، هاي الكمية الثانية، وهاي الكمية الثالثة، مين أكبر كمية؟ الأولى دائما الكمية, الأولى الكمية الأولى الكونستانت هي أقل كمية. مين أكبر كمية؟ كمية, كمية, متغيرة، كمية متغيرة هاي كمية متغيرة وهاي كمية متغيرة وهاي هاي ثابتة. الثابتة معناته هي أقل واحدة. بديش إياها. من الـ n log n والـ 10 n مين اكثر؟ n log n n log n, بالضبط الباقيات هاي وهاي بنسميهم اللور اوردر تيرمز بقول لك حسب نظريه البيج او حسب الخطوات الرولز هاي هاي اشطب عليها وهاي اشطب عليها شو بصفي عندك؟ 5 n log n الـ 5 n log n هاي النقطه الثانيه دروب الكونستانت فاكتورز هاي بنسميها الـ constant factors أو الكوفيشنتس قيمها شو بصف عندي n log n فهاي بتكون big O لان n log n هاي rules قواعد بالbig O left of n بقدر أحصره c times n log n هيك معناها أوكي هاي مثال عليها افرض أنه عندي مثلا 2n شو بصير عندي big O لان n قيم lower order terms جيم الconstants بصفة عندي big O of n أوكي okay? حسّا الفانكشن هاد حسب القواعد هاي طلع معي big O لان n log n بقدر أقول big O هذا هذا اللي عندي هون بقدر أقول إنه بيساوي big O لا n تربيع الجواب آه بقدر أقول هذا big O n تربيع إذا كان اذا كان اقل قيمه بقدر اطلعها من هون من الفانكشن مباشره اقل قيمه اللي هي هاي الخطوات هاي بتطلع لي او لان لوج ان هسه الان تربيع اكبر من ان لوج أن الجواب اه معناته هاي صح وهاي صح هسه O او لان بقدر اقول انه هذا O او لان اقل قيمه طلعناها قديش ان لوج ان ان تربيع اكبر منها اه معناته صح ان اكبر من ان لوج ان الجواب لا معناته هاي غلط ما بقدر اقول اف اوف ان بيساوي بيج او لان لانه هذا الاف اقل قيمه لازم يكون بيج او لان لوج ان ما بصير اقول هذا الاف اوف ان بيساوي بيج او قيمه اقل من ان لوج ان وضح شو المقصود فيها هاي اوكي حدا عنده سؤال عليها اوكي إذا هاي القواعد رح نعتمدها بالبيج او، يعني بالمستقبل إذا أعطيتك مجموعة من الفانكشنز شو هو الأف أوف إن؟ الأف أوف إن هو عبارة عن فانكشن بيعطيك قيمة تقريبية عن عدد البريمتيف أوبريشنز اللي رح تتنفذها الألجوريثم تبعتك إذا عرفت السايز أوف إنبوت تبعك قديش. صح ولا لا؟ وانس إني عرفت هذا الفانكشن بتقدر تطبق عليها ساعة البيج او نوتيشن وبقول إنه هذا الفانكشن بيج او اوف وات؟ فبالتالي أي ألجوريثم راح نطلعها من اليوم وطالع لحتى الله ياخذ منيته شو بدك تساوي بتطلع الافوفان تبع الالجوريثم بعد ما تطلع الافوفان بتطبق عليه البيج او القواعد هاي اللي حكيناها هسه يا مشان لما تيجي تكتب لا تقول لي والله هذا باخذ ثلاث ثواني ولا عشر ثواني شو بتساوي تقول لي هذا باخذ بيج او اوف 1 بيج او اوف لوج ان بيج او اوف ان بيج او اوف ان تربيع انا كمبرمج ككمبيوتر ساينتست بالحاله هذيك بعرف شو معناها وضحت شو المقصود فيها حدا عنده اي سؤال اي استفسار تظل عندنا بس انه لما يكون فانكشن اف اوف ان على سبيل بيساوي مثلا 124 هيك هيك الفانكشن اف اوف ان بيساوي 124 فلما يكون هذا كونستانت لما يكون كونستانت معناته هذا راح يكون بيج او ل 1 شو جي اوف ان هون 1 جي اوف ان بيساوي 1 هاي الكونستانت بالحاله هاي ليش طبق النظريه 124 هاي الاف اوف ان اقل او تساوي سي تايمز الاف اوف ان تبعنا الجي اوف تبعنا اللي هو واحد قد قيمه السي بتحقق المعادله هاي 124 قد قيمه الان نوت 0 فبالتالي لقينا سي ولقينا ان نوت بطبق له حسب البيج او معناته بقدر اقول انه الاف بساوي بيساوي بيج او لواحد هاي المقصود فيها محمد كان عندك سؤال دكتور بس صافن باللي بالنص بالمعادله اللي بالنص اللي بالسلايد 2 ان از بيج او اوف ان لو اعطيتك الاف اوف ان تقدر تطلع البيج او تبعها حسب القواعد اللي آه. هون الجواب اه هاي القيمه اللي تطلع معك من خلال الاف اوف هاي بنسميها اقل قيمه للبيج او للان للبيج او اقل قيمه للبيج او بقدر احطها هون داخل الاقواس بقدر احط قيمه اكبر الجواب اه بقدر احط قيمه بيج او قيمة اكبر منها اوكي هاي النقطه شو بتقول لك بتقول لك ما فيش داعي اعمل لي بيج او لاقل قيمه ممكنه تقدر تقول بيج او لان تربيع صحيح الجمله لكن ما في داعي اعمل هيك اعطيني اقل قيمه ممكنه للبيج او وضحت شو معناها وضحت وصلت الفكره شكرا دكتور الله يعطيك العافيه تمام عارف الامور شكراً. والله يا اخو في هاي الصفنه اكون عارف شو معناها ان شاء الله ما اكون عارف شو معناها اوكي مع ذلك اللي عنده ايات سؤال ودي لي ايميل وان شاء الله راح اجاوبك على السؤال تبعك. <applause> هون بالسلايدات كمان في عندنا بعض الـ بعض الكود بالبايثون. هاي كود بالبايثون لحتى يلاقي لك شيء بنسميه بريفكس افريج افريج لمجموعه الارقام من مجموعه موجودين بليست. اللي بدي اياه منك انك تمسك هذا الكود وتوجد الاف تبع هذا الكود وبس توجد الاف ان شوف لي قديش البيج تبعته بس لكن هون مشان نكمل لقدام في عندي سطر مهم هذا هذا السطر هو عبارة عن إنشاء لليست اسمها A فيها عدد صفار كلها صفار طولها N أوكي طريقة من طرق لحتى أنشئ مصفوفة بالبايثون وطريقة هاي سريعة رح نأخذ لقدام ليش سريعة أوكي رح نأخذ شو سبب إنها سريعة لكن بدي تاخذ بعين الاعتبار حاليا انه هاي عباره عن سطر لحتى ينشئ لي الري طولها ان او ليست طولها ان كل العناصر اللي فيها صفار يعني اذا كانت الان 10 بينشئ لك 10 اصفار ليست فيها 10 اصفار وهلو مجرد اوكي فالسلايدات هاي لك انه في عندي اكثر من طريقه لحتى احسب نفس الشيء هاي الجوريثم وهاي الجوريثم ثانيه لنفس الشيء وهاي الجوريثم ثالثه لنفس الشيء انت شو بدك تساوي يا بدك تيجي على اول وحده تحسب الاف اوف وتطلع البيج او تيجي على الثانيه تحسب الاف اوف وتطلع البيج او تيجي على الثالثه تحسب الاف اوف وتطلع البيج او من خلال حسبتك هاي في واحد منهم راح يطلع افضل شيء مين هو بدك تحل هو بسلايدات يعني ذاكر لك الشغله هاي هذا محلل لك اياه وهذا محلل لك اياه طالع كمان ان تربيع وهذا طلع معه ان معته مباشره لا كلهم مش مشان يحسبوا مشان يحلوا نفس المشكله واحد باخذ ان تربيع رقم واحد، رقم اثنين باخذ برضه ان تربيع، رقم ثلاث بطلع البريفكس افريج بس باستخدام بيج او اوف ان معناته مباشره مين افضل آه واحد؟ الثالث اكيد الثالث اكيد الثالث راح يكون اوكي؟ فبالتالي هي كمان واحده من الشغلات اللي من خلالها بقدر احدد مين الالغوريثم الاحسن من خلال البيج او لينير تايم هاي بتاخذ اوكي؟ احنا بالمادي هاي مش مطالبين بالشغلات هاي لكن هاي الموجوده بالسلايد هاد لكن هذا بالمادي راح تاخذها بعد المادي هاي اللي هي الالجوريثم راح راح تكون مطالبه فيها مطالب فيهم راح لازم تعرف بعض القوانين عن السميشنز بعض القوانين تبعت البروف تكنيكس اخذتوها بالديسكريت بعض القوانين تبعت البيسك Probabilities اخذتوها برضه بالديسكريت في بروبرتيز اوف لوغاريتمز رح تاخذوها بالماده هاي بعض الخصائص لللوغاريثمز ممكن بدك وحده منهم لحتى تحل سؤال من الاسئله الموجودين عندنا على الاي ليرنينج e من الخصائص اللوغاريثمز هاي والبروبرتيز اوف اكسبوننشلز كمان هذول البروبرتيز يعني بتوقع اذا واحد مثلا شاطر بالرياضيات يكون عارف الشغلات هاي كلياتها ما فيش داعي انه يتذكرها بس هاي بس للتذكير مش اكثر اوكي في عندنا مقياسين اخرين غير البيج او شيء بنسميه بيج اوميجا وبيج ثيتا شو معناها بهمناش كثير بالألغوريثم راح تعرف التفاصيل هاي بصوره اوضح بكثير فهون حاطي لك بعض الامثله على البيج اوميجا والبيج ثيتا بس لكن بتهمناش بالماده هاي ما بتهمنا بهمنا بس البيج او وما بهمنيش ايات شيء من البيج او بهمني بس الرولز تبعت البيجو كيف اطبقها فقط لا غير. حد له اي سؤال اي استفسار عن الشغلات هاي كليات اللي حكيناها؟ احنا الكتاب تبعنا في شابتر واحد وشابتر اثنين فشقنا عنهم، بدينا بشابتر ثلاث اللي احنا قاعدين بنشرح حاليا شابتر ثلاث. هذا لا يعني انه شابتر واحد وشابتر اثنين بالنسبه الك لحتى ما تعرفش شو فيهم، انا ما راح امتحنك فيهم. شابتر واحد واثنين. بس انت كطالب كمبيوتر ساينس يعني تصفحهن ويعرف شو فيهن، اقرا شو موجود فيها. فيهن معلومات عامه كثير مهمه لتخصصك مش بالماده هاي لتخصصك. هاي شابتر ثلاث شرحناه، خلصنا كل الامور اللي بدنا اياها فيه موجوده حكينا بشابتر ثلاث. شابتر اربعه بيحكي عن شيء بنسميه ريكيرسيف، رح ناخذ بتعمق اكثر بالألجوريثم. فحاليا مش مطلوب منا هون، حاليا رح نروح لشابتر خمسه. لتشابتر خمسه، إذا من ثلاث رح نروح لتشابتر خمسه هسه يا حدا عنده ايات سؤال قبل ما نروح لتشابتر خمسه دكتور بس يعني للتأكيد <applause> اه انا يعني فهمت التشابتر 3 بس انه ممكن بدي أمثل اكثر عشان اتاكد فالاسئله اللي نزلوا ممكن بكفوا بكفنش انه بس انا حطيت لك إياه يعني لك سامبل مش اكثر يعني ما بقدر احط لك مليون سؤال مشان اشمل لك كل الحالات انت بهمك تفهم الطريقه افضل من ما تحفظ مثال على كل طريقه افهم افهم طريقه بس فقط لا غير ما هو عشان اتاكد اني يعني انا فهمت الطريقه لازم اعرف احل زيد انا في شو اسمه قبل المره الماضيه باخر المحاضره اعطيتنا سؤال كان حكيت لنا انه نطلع ال... قديش بيطلع الجواب انه مش متذكر الطريقه كيف نحسبها بس كان اعطيتنا واي لوب حكيت لنا احسب الوقت تبعه طلعتها؟ اه طلعته بس مش متاكد من الجواب بيطلع؟ يعني. بيطلع لوج طلع معي يعني لوج الان للاساس 2 زائد 1 صحيح مضبوطة؟ لوج الآن للأساس اثنين زائد واحد صحيح قال لك صح تمام تبعت الضرب اثنين ضرب اي اه تبعت كي ضرب اثنين والواي كي أقل اه من ان نعم صحيح تبعت الضرب بيطلع اه لوج الآن كمان اه, اه لوج الآن للأساس اثنين نعم حلك صحيح تمام شكرا اوكي تمام الله يعطيك العافية